يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول جاء في نونية الإمام القحطاني رحمه الله ما معناه أن الناقة تأتي يوم القيامة تسمهم، أي تسم الكفار، تجعل عليهم علامة، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. اللي تجعل على الناس علامة الدابة التي يخرجها الله في آخر الزمان من علامات الساعة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تكتب على المؤمن مؤمن وتكتب على الكافر كافر، ثم بعد ذلك لا يتغير شيء، يتنادون يا كافر يا مؤمن. نعم.